تواصل إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تكثيف حملاتها التفتيشية على مختلف الأسواق التجارية والمحال، وذلك خلال عيد الفطر المبارك، حيث قامت الإدارة بجولات في الأسواق المركزية والمحال التجارية بهدف مراقبة الأسواق والتأكد من عدم رفع أسعار المواد الغذائية واستقرارها، إضافة إلى توافر كافة أنواع الفواكه والخضروات واللحوم، إضافة إلى تلقي ومتابعة بلاغات وشكاوى المستهلكين أولا بأول، والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن. هذا وتشهد مختلف الأسواق والمراكز والمحال التجارية حركة نشطة خلال عيد الفطر المبارك، لذا تحرص إدارة التفتيش على الاستمرار في تكثيف حملاتها الرقابية للأسواق بما يعزز تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية حقوق التاجر والمستهلك معا وضمان صحة وسلامة الجميع. نحن متواجدين في السوق المركزي طوال أيام السنة، بس نكثف حملاتنا التفتيشية في أوقات المناسبات. طبعا ابتدينا تكثيف تواجدنا في السوق خلال شهر رمضان المبارك ويمتد إلى يعني ما قبل عيد الفطر المبارك. تحقق طبعا من جميع الأمور الموجودة في السوق، مثل تواجد المنتجات الأساسية مثل الفواكه، مثل الخضار، مثل اللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء وباقي المنتجات. وطبعا يعني نتحقق بعد من ضمان أسعارها، ولله الحمد يعني جميع الأمور يعني طيبة، الأسعار مستقرة، المنتجات يعني موجودة بكميات كبيرة في السوق. نولي اهتمام أكثر في التفتيش والتركيز على الفحص المواد الغذائية علشان نوصل المواد الغذائية مثلا الخضروات من المزرعة إلى المستهلك بصورة صحية. كذلك نولي اهتمام أكثر في بالنسبة إلى اللحوم، على أساس أن ما تجي لحوم مذبوحة في مذابح عشوائية أو مذابح خارجية أو أماكن غير معتمدة، لازم تكون ركز على هذا الشيء، وهذا إن شاء الله الحمد لله سنة ما يعني قضينا عليه. استمرار الحملات التفتيشية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في فترة رمضان الكريم لغاية أيام العيد، وبشكل مكثف على جميع مناطق محافظة مملكة البحرين، وبالأخص في أيام العيد المبارك يتم التكثيف عليها من خلال التأكد من الأسعار ومن وجود البضائع في الأسواق المركزية